لمعي لساته نايم؟ ايه لساته. انا رايحة صحي، وهلا بدنا نروح نشوف القاضي بالقصر العدلي، ومن هنيك منطلع دغري على المطار. كريم، يعطيك العافية. الله يعافيكي. أول ما يخلص شغلي رح أجي وساعدك. ماشي. الله معك. مع السلامة. يلا روح ما تتأخر.
نزلني. فاطمة! هددك ما هيك؟ مع أني نبهت عليكي واتصلتي فيه وحكيتي معه. أنا اتصلت بالأستاذ نزير. معه حق كريم، أنا خايفة كثير يا أستاذ نزير. هالزلمة ما بيخاف، بيعرف إنه كريم مانو بالمحل. أكيد هو عم بيراقبنا لأنه قال لي بيعرف كل خطواتنا. فاطمة لازم تخبري كريم، قولي له. لا ما فيني خبره، لأنه إذا خبرته دغري بروحه بيعمل مشكلة، وهذا اللي بده إياه مصطفى. أصلاً هو عم يستفزني لحتى روحه وخبره لكريم. هو ناويله على شر وما رح يحل عني لحتى ساوي اللي بده اياه وخبره. رح يضل يتصل فينا ويهددني ويكتب لي ورق. بالمناسبة الورق اللي ترك لك اياها كتير مهمة، لازم تعطيها للقاضي وتخبريه بكل شيء، وإذا رحتي وقدمتي شكوى رح يراقبوا التليفون، وإذا اتصل مرة تانية بيكشفوه. ماشي، رح روح على القصر العدلي. ماشي، أنتي روحي وقدمي شكوى وأنا بس أرجع بتابع الموضوع بنفسي. بس رجاء لا تخبرها لست مريم، لأنه فورا بتخاف وبتتوتر وبتخبره لكريم. خلص لا تخافي، ما رح خبرها. أنا اتصلت فيه لأستشيره مشان إزعاجات التليفون وليقل لي شو بدي أعمل. قال لي روح اشتكي وبعد فترة رح يكشفوا مين ورا هالاتصالات. وليش ما خبرتيني إلي؟ ليش خبيتي عني؟ لأنه أنت بتكبر القصة وبتعمل لها راس ورجال، لهيك خبيت عنك. استغفر الله العظيم. طيب ماشي، خلينا نفوت نقدم الشكوى. بدك تفوت معي؟ ليش لحتى ما فوت؟ ولا شي. يلا تفضلي. لهلأ ماني مصدقة كيف عم بتراقبني. هيك تمام، نحن سجلنا كل شيء، صار فينا نوقع. وقعي هون. هات. على شو عم تطلع؟ على صورتك. أخذتها يوم كتب الكتاب. إيه متذكر. فايت اخذ لهم اياها. فينا نروح هلا. خلص شغلنا؟ يلا نمشي. وين السيارة؟ ما معي، بدنا ناخد تاكسي. ايه مشان ما تلفت انتباهي طبعا. خلصنا بقى. شو قلت له للشوفير؟ الحق لهي السيارة مثل ما منشوف الأفلام؟